الميموني تحرك فاروق، حرك المنتخب التونسي هذه كره لزياد بريمه. يا سلام، مر تقدم زياد يحاول يدخل منطقه الجزاء. الله 1-0 زياد يسجل لمصلحة النسور هدف في التقدم الأول بطريقة رائعة جدا، يتلاعب بمدافعي المنتخب المغربي ويسجل هدف في منتهى الروعة من مجهود فردي رائع جدا. زياد يفتتح أهداف هذا الديربي ويعتد أسبقية لمصلحة المنتخب التونسي. زياد بريمة يفتتح أهداف هذا اللقاء بهدف في منتهى الروعة ويتقدم لمصلحة المنتخب التونسي. شوف يا سلام على مرور أول كان في هذه اللقطة، مرور ثاني مر من المدافع بالمناسبة، المدافع إبراهيم الشعير في المرة الأولى، وبعد ذلك مر من مدافع إبراهيم هو نفس المدافع، وبالتالي الكرة على يسار حارس المرمى. 1-0 لمصلحة المنتخب التونسي. لاعب نادي الترجي لاعب آل سبيرانس هو اللي يعطي الأسبقية لمصلحة المنتخب التونسي.